الحين انا قد الفقره من ايش رايك؟ علي دقيقه ونرجع لك يا علي. طيب يلا دقيقه. انا قد الفقره من ايش رايك؟ مخرجنا عزيز تعال تعال مخرجنا تعال خليني اقطع لكم في الروم. يا علي الغامدي شوف وين راح. بالله يعطوني علي الغامدي هنا من راس قوم انا اخوك علي برا طلع من اللوكيشن علي خايف من الناقه. علي ايش المشكله علي؟ ما انا ولا شيء طال عمرك. ها بس ما عندنا متسابقين ما مزبوطين. لا بس حبيت اذكرك انك قبل شوي تقول لي هاني اذا انت خايف من ناقه ترى. لا انا بس انتبه لكم اذا هجم على احد منكم اجي. زين جاك 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 الله يوفقك. علي علي ايش خايف؟ ما في شيء الله يوفق العدو. ورع وخر. الله يجعل تبركم عشان تعلمون الله حق. السلام عليكم. يا جماعة يا علي الغامدي شو المشكلة علي؟ طيب تعال اجلس. هذا مثال بسيط على اسبوع بداية اسبوع علي عبد المعطي. كيف؟ يعطيك انطباع. هذا انفلات الامن. وينك يا رئيس القرية؟ والله يوفقك. ابو الروس اوريك. ما في مرجله. ما عندي مرجله. الموضوع هذا في مرجله. ما في من دخيل الله. الموضوع هذا سكر عليه علي اصفار انت الموضوع. الله الله يسلمك. ربط الحيوان هذا ورجع جوا. كم اخويكم اخويكم ما ادري ايش فيه. ذل ذل النمحة. ما في ذل. بكات ندخل عليهم كلاب. علي صدق ليش تخاف من ناقة؟ يا اخي نحن نشرب من البانها وناكل من لحومها بس الان نحب ان نمسكها. طيب علي عندي اخبار تقول انه في مره في مشهد تمثيلي كان بينك عند الناقه في مسلسل رزق ثلاثه. ايوه كان في مشهد لمشهد الرجل الغني فكان في تصوير عند النياب فقال لازم تقرب فعيد ظهر دق هذا النياق من تحت قامت هاد قلت خلاص كنسل المشهد حطينا جوا ما صورت. والله ما صورته قلت ما في كنسل ولا طلعوا المشهد يحط واحد ثاني. طيب هي ما جت كذا تمشي في القريه؟ اي ما ادري حيوان لا تبرك ذاك الوقت عرفت. طيب اعطونا اعطونا علي ما ادري قطعنا علي كيف هذا النكبه هذا بدا النكبه.